السيد الوزير شكرا بعد على قبولك انك تجاوبنا على بعض الاسئله. غنسولك جوج الاسئله باش ما ناخذش بزاف من وقتك. السؤال الاول هو جاوبتينا لتحت على التفوق ديال البنات، ولكن نظركم شنو هو السر ديال التفوق ديال الفتيات على الذكور؟ هذا الشيء معروف عند الفتيات هو الجديه والمثابره. انا كنت استاذ في الجامعه والحمد لله المراتب الاولى كامله للبنات، لان حاضرين كانوا كيتسابقوا على الصف الاول ديال المدرج، دونك هذا الشيء معروف فيهم الحمد لله. وانتم النموذج هو حتى في هذا ماشي غير في الدراسه، ايضا في جميع الانشطه الموازيه كتلقى تبارك الله الحضور ديال الفتيات بقوه. نعم استاذ. السؤال الثاني هو الاحتجاجات اللي قاموا بها التلاميذ بخصوص الغش يعني الرسوب اللي رسبوا في البكالوريا، شنو ممكن تقول لنا في هذه الظاهره اللي وقعت مؤخرا في مدينه الضبيطه؟ السؤال كيفاش داروا احتجاجات بعض التلاميذ كيقولوا بانهم سقطوا في البكالوريا وبانهم اتهموا بالغش وبانهم ما غشوش، وطراوا عده احتجاجات امام الاكاديميه. المهم هذا واحد الاستحقاق وطني اللي كيتم التنظيم ديالو بطريقه محكمه واللي فيه واحد العدد ديال المتدخلين من الاداريين ومن الاطر التربويه واللي كنحضروا له منذ بدايه السنه، لا بالنسبه للمواضيع لا بالنسبه للترتيبات اللوجستيكيه. كاين لجان ديال اليقظه المتنقله والقائمه في المؤسسات، واللي هادو اساتذه مفتشين وعندهم واحد المسؤوليه، واش فهمتيني؟ وعندنا واحد القانون ديال زجر الغش اللي خرج في 2016/02/13 واللي عطانا واحد الامكانيات باش نزرو هاد الغش، ولا واحد المعضله خطيرة في المنظومة. الحمد لله سنة بعد سنة عدد ديال الحالات كيكونوا كيرتفعوا. لماذا؟ لأن ولاو الأساتذة كياخذوا هذه القضية بمسؤولية وبجدية. هذه السنة وصلنا ل 4300 حالة، 133 حالة اللي قدمناها للقضاء. لماذا؟ لأن لقينا واحد العدد ديال الناس كيستعملوا وسائل إلكترونية، داك الشيء خطير. لقينا أوصار كيمشيو مع وليداتهم باش يشريو لهم داك ليكيت. يعني الوالدين كاينين بعض الوالدين اللي كيساهموا في هذه المشكله، المعضله ديال الغش. هذه المعضله ديال الغش يقول لك حنا تظلمنا. حنا كيفاش الظلم؟ هذا ماشي ظلم. حنايا الساده المديرين الاكاديميه مشكورين، كيقوموا واحد العمليه تحسيسيه طوال السنه وكيوريو وكيوقعوا التزام باش ما يغشوش. واش الاستاذ غادي يظلم التلميذ يقول له انت غشيتي هو ما غش؟ ما يمكنش، فهمتيني؟ وهذه لجان، وعندنا ايضا الغش اثناء التصحيح، وهذا مهم. هذا كاين واحد اللجنه خاصه معلوم اللي كيكون تطابق في اللي كاين تطابق في الاوراق، اللي كاين امور اللي غير معقوله، واش فهمتيني؟ اللي كتبان. هادو اساتذه عندهم واحد السلطه اكاديميه، عندهم واحد القدره على ضبط هذه الحالات. يعني الغش عنده بزاف ديال الانواع، ماشي غير الغش بالكيت، ماشي غير الغش بالكيت، حتى الغش اللي كيكون تطابق ديال الاوراق، تطابق الاوراق حتى هو هذا كيغش. لهذا حنا اللي كنطلبوا هي التلامذ يعتمدوا على راسهم وعلى النجاح بطريقه شريفه وتكافؤ الفرص، واش فهمتيني؟ ويبعدوا من هذا الشيء ديال الغش. ما يمكنناش نقبلوا هاد الاساليب ديال الاحتجاج لان الاساتذه ظلموا عليهم وضبطوهم في حاله الغش. شكرا لك سيد الوزير. الثوره التعليميه في كلمه، الثوره اللي تكلمتوا عليها شنو هو؟ ثوره حقيقيه، ثوره حقيقيه. واليوم الحمد لله المدرسه المغربيه ها النموذج، ها الدليل، هاد 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 النماذج تبارك الله، هاد المعدلات المهمه الكبرى. واش مزيني اللي ما كناش نشوفوا السيد الوزير يعني 20 19. اليوم كاين واحد التنافس شريف، واش مزيني؟ لان كاين واحد المواكبه الاسريه لهاد التلامذ باش يوصلوا لاعلى المعدلات، لان تبارك الله اليوم المدرسه المغربيه كتحقق هذا الاقلاع المجتمعي. نعم. وهذا هو النموذج. التعليم، اذا التعليم العمومي ان شاء الله غادي نشوفوا فيه واحد الثوره سيد الوزير. ابتداء احنا فيها بدينا حنايا هذه سنوات، بقيناش بغينا نشوفوا وليداتنا كيقراوا في المدارس الخصوصيه، بغينا التعليم العمومي. الحمد لله هذه سنوات وحنايا كاين سيدنا الله ينصرو طلب من مجلس الاعلى للتربيه والتكوين باش يدير واحد الرؤيه استراتيجيه الافق 2030. هذه الرؤيه ترجمناها لواحد القانون اطار، بدينا كنزلوا الاوراش الكبرى للقانون اطار. اليوم الحمد لله المخطط التشريعي بدينا كنصادقوا عليه، والاوراش بدات كتبان والنتائج بداو كيبانوا. غير التعليم خاص واحد 10 سنوات باش نقطفوا الثمار ديالو، باش هذا اللي دخل في التعليم الاولي اليوم فاش يحصل البكالوريا كيفاش غادي يكون؟ واش في التعليم العمومي اكثر نسب نجاح فين كانت؟ حنا كندافعوا، على المدرسه المغربيه، المؤسسات الخاصه هو امتداد للمؤسسات العموميه. حنا كنهضروا على المدرسه المغربيه والقيام ديال المدرسه المغربيه.